اقتصادي للنشيد، والآن نشرع في تقديم الكلمات. أين تتفق حتى يقفوا على مسألة هي من مسائل الجوهرية عامة اليوم؟ لا أزيد. شركة معروفة في صنع البصري هنا في الجزائر بغات تدير غنبة إشارية بالطروادي، ما لقاتش اللي يخدم كل أجي ولا كاتكا ولا راحوا استعانوا بالفريلانسر، هذوك كيقولوا أصحاب المهن الحرة. كلها ذات طابع اتصال، سواء بعدم الاتصال في وقته أو بعدم الاتصال في آنه وموقفه، فلكل سياق موقف اتصالي ولكل حادث حديث اتصالي. الندوة العلمية مهن الاتصال، ميتيه كوميونيكاسيون، فرص، تحديات، مهارات، كل هذه المتغيرات نحتاجها في عالم صار يحكمه الرقم، صار يحكمه اللاواقعي أكثر من الواقعي. صرنا مرتبطون بكوكب افتراضي أكثر ما نحن مرتبطون بكوكب واقعي نعيش تفاصيله ومتغيراته. إذن الندوة العلمية مهن الاتصال هي مجال أن نتعرف عن فحوى الاتصال قبل أن نتعرف على مهنه. ما هو الاتصال؟ ما هذه الظاهرة المهمة في غاية الأهمية التي تحيط في المؤسسة كما قلنا من حيث الطابع العلائق؟ تهدف الندوة العلمية إلى التعريف بالمهن الحديثة والجديدة قبل القديمة للاتصال. سوف نحاول أيضا من خلال هذه المناسبة العلمية كذلك أن نسلط الضوء عن فرص العمل من الجامعة إلى فرص العمل، كيف لا؟ ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصر على الشريك الاجتماعي والشريك الاقتصادي. نحاول من خلال هذه المناسبة أن نفتح المجال لطلبتنا أن يتعرفون عما يدرسون، عما يمارسون. هذا اليوم الدراسي منعقد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2، فهو من إنتاج مجموعة من المخابر والتي انكبت على وسهرت على تحضير لهذا الملتقى الخاص بالإعلام، وخاصة نعرف أن مسألة الإعلام أصبحت حساسة ودقيقة في وقتنا، وبخاصة أن المنتج كل المنتج إن لم يكن وراءه إعلام لتسويقه فلن يعرف طريق إلى السوق. إذن هذه المسألة هي مسألة حساسة، كون أن كذلك الجامعة تريد أن تنفتح عن المقاولاتية، وبالتالي إشراك الطلبة والأساتذة وأصحاب الاختصاص حول هذه المسائل المهمة المقاولاتية والجامعة والمؤسسة الناشئة ودور الإعلام في كل هذا كهمزة وصف، هي مسألة فعلا ذات طابع أكاديمي عملي، وكذلك لفتح آفاق أمام الشابات وشباب الجزائر إن شاء الله حتى ينخرطوا في هذا المسار الذي هو مسار واعد، ولا يكتفوا بالشهادات الأكاديمية التي أصبحت يعني لا فائدة منها في كثير من الأحيان. المشاركة تاعي هذه أنا شرف لي أن أحضر هذا الملتقى، و يعني حلمي الأكبر باش يكون الشباب تاعنا يعني يواصل المسيرة في إنجاز أعمال وتاريخ الوطن، خاطر الوطن هذا عنده تاريخ كبير حافل بالأحداث، يعني تاريخ كبير حافل بالأحداث، وهذه الأحداث التاريخية اللي موجودة في هذا الوطن الكبير اللي يسموه قارة صغيرة، يعني قد ما ينتجوا عليه أفلام ومسلسلات أجيال وأجيال، ما يكملش هذا التاريخ، هذا الحديث عن تاريخ هذا الوطن ما يكملش. يعني نقدر نقول ثورة ولاد سيدي الشيخ، ثورة بوعمامة، الأمير عبد القادر،
الباي محمد بن عثمان الكبير، أشياء كثيرة، مسلسلات ومسلسلات. والجيل تاعنا هذا من الضروري إنجاز هذه الأعمال، خاطرش الجيل القادم والجيل اللي بعده يعرفوا باللي الوطن تاعهم عظيم، ما كانش شيء أعظم من هذا الوطن. إذا أنا يعني فرحان كثير بزاف لما نشوف الجامعة الجزائرية تتبنى مدرسة السينما، تكون هذه الشبيبة في علم السينما، علم الكاميرا، علم الإنارة، علم الصوت، علم التمثيل، علم الديكور، هذا كله علم. السينما بحر، سينما علم كبير بأتم معنى الكلمة، يتبعها هذا الشاب ويولي يحرر، يعرف بالوطن نتاعه وبتاريخ بلاده في العالم، يعني باش العالم يعرف تاريخ بلاده. أنا يكفي نولي. كانت لنا مشاركة اليوم في هذه الندوة الوطنية الموسومة بمهن الاتصال وعلاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي، فكانت لي مشاركة أنني تحدثت عن الاستراتيجية الاتصالية للمؤسسة الجامعية باعتبارها هي التي تهيئ النشء للخروج إلى سوق العمل، باعتبار أن مهنة الاتصال أصبحت أساسية، خصوصا أننا نعيش في عصر المعلومة وعصر البيئة الرقمية، أين أصبح الفضاء الافتراضي يفرض نفسه على كل المؤسسات سواء كانت خدماتية أو اقتصادية منتجة، والجامعة باعتبارها كمؤسسة خدماتية يلعب الاتصال فيها دورا أساسيا كعلاقتها بمحيطها الداخلي ومحيطها الخارجي الاقتصادي. لتقديم هذه الشهادة إلى السيد محمد حويدة المخرج السينمائي، تقديرا لتشريفه بمشاركته في إرجاء آليات الندوة العالمية الوطنية حول مهن الاتصال وهمزات الوصل بين الجامعة وسوق العمل الفرص الكفاءات التي جرت أشوالها يوم أكثر. كل العالم والاتصال قسماً يشهد له الجميع بعطاءات